نوى من روزان لمحمد توفيق في التتش يقول لنا اخر الاخبار فيما يخص تمرين النادي الاهلي النهارده او التمرين الختاميه قبل مباراه النادي الاهلي ونادي بيراميدز في نهائي كاس مصر السنه اللي فاتت. مش هنقعد نقول لكم 2011 عشان ما تتلخبطوش يعني. عموما خلينا نروح لزميلنا محمد توفيق مراسل قناه النادي الاهلي من ملعب مختار التتش يقول لنا ايه الاخبار. ازيك يا محمد وطمنا على الفرقه. مساء الخير كابتن اسلام، تحيات لحضرتك ولزميل عبد العزيز عبد الرحمن ناجي ولكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. بالفعل اختتم الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي استعداداته الاخيره ان شاء الله نهائي الكاس امام بيراميدز المقرر لها 9:15 مساء على استاد القاهره باذن الله غدا الاثنين. ان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي وان شاء الله يكون الكاس 38 باذن الله غدا في دولاب بطولات النادي الاهلي، وان شاء الله كل جماهير النادي الاهلي هتكون موجوده في الاستاد تكون فرحانه وكل جمهور النادي الاهلي في كل حته في العالم يكون فرحان بالبطوله باذن الله. يمكن التدريب الاخير كابتن اسلام زي ما حضرتك قلت التدريب الاساسي ابتدى فيه تمام 9 مساء، كان طبعا في محاضره بالفيديو لمستر مارسيل كولر المدير الفني للفريق كان فيها عن اهم نقاط القوه والضعف في فريق بيراميدز وكمان تحليل اداء لاعبينا في المباريات السابقه، وطبعا اتكلم عن اهم خطوط اللعب او الحاجات اللي ناوي ان شاء الله ينفذها في المباراه. بعد كده كان في تمرين يمكن بدني قوي جدا لجميع اللاعبين، ومن بعده كانت تدريبات بقى بالكره والتدريبات الخططيه وعمل تقسيمه ما بين اللاعبين. طبعا يعني ده كان مقفول ما كانش غير متاح لينا، كان اول بس ربع ساعه التدريب كانت متاحه، وبالطبع اختتم التمرين ب تدريب على ركلات الجزاء. يمكن الفريق كابتن اسلام زي ما حضرتك عارف خد بس يوم السبت اجازه، يعني خد يوم واحد بس اجازه وبعد كده اتمرن امبارح واتمرن النهارده كمان استعدادا للمباراه. يمكن كمان يعني برنامج الفريق بقى ان الفريق خلاص لحظات واتحرك لفندق الاقامه للدخول في معسكر مغلق ليله المباراه، هيبقى فيه وجبه ان شاء الله يعني على تمام الساعه الواحده صباحا، دي هتبقى الوجبه الاساسيه، وبعد كده هيبقى فيه سحور خفيف زي ما حضرتك عارف طبعا في تمام الثالثه. برنامج الفريق يعني بكره باذن الله في فندق الاقامه يمكن هيبقى فيه راحه طبعا طول اليوم للاعبين، بس بقى فيه فقره الاكتيفيشن دايما مستر مارسيل كولر بيعملها الفريق هتبقى في تمام الثالثه عصرا، بتبقى بتقتصر بس على تقريبا ربع ساعه من المشي، وبعد كده يبقى الفطار باذن الله في السادسه والربع، ومن بعدها على طول المحاضره ثم التحرك لملعب المباراه في تمام السابعه والربع. ان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي وباذن الله يعمل مباراه كبيره جدا تليق باسمه وبجماهيره، وباذن الله البطوله 38 من كاس مصر غدا تبقى في دولاب بطولات النادي الاهلي في الجزيره. كابتن اسلام الكلمه لحضرتك اتفضل. طيب يعني مش عايزك تقول لي التشكيل طبعا. انا بس كنت عايز اساله لو في اي اصابات او لو في اي حاجه تقول لنا عليها توفيق في الملعب، مثلا لو في لعيب ما اتمرنش التمرينه من اولها او لعيب في شك ان هو مصاب او لعيب تمت اراحته. يعني عايز اطمنكم على الفريق الكامل الحمد لله، محمد الشناوي موجود في التدريب بيتمرن بشكل اكثر من رائع وادى التمرين كامل مع باقي يعني مع باقي زملائه، يمكن ده كان الغياب الوحيد البارز في الفتره الاخيره باستثناء كده كل اللاعبين الحمد لله موجودين. اعتقد بس كابتن اسلام الى الان الغياب الوحيد اللي هيبقى على قائمه النادي الاهلي بكره في المباراه هيكون طاهر محمد طاهر، اعتقد ان الجهاز الفني يعني هيستنى عليه شويه. طاهر طبعا راجع من فتره راحه طويله، كان طبعا البرنامج الاستشفائي ماشي بشكل كويس، ولكن اعتقد مش هيبقى فيه مجازفه بالدفع بيه في مباراه قويه بكره وكمان مباراه نهائيه وهيبقى فيها شد ضغط شد وضغط عصبي كبير جدا، فاعتقد طاهر هيتم اراحته لما بعد مباراه بيراميدز باذن الله. ولكن باستثناء كده فريق النادي الاهلي الحمد لله كامل، ان شاء الله كمان التوفيق يكون معانا وباذن الله كل الظروف المحيطه من المباراه سواء الجو ارضيه الملعب طاقم الحكام كان اللي اتمنى لهم كل التوفيق ان شاء الله ويدوا كل فريق حقه باذن الله، يبقى التوفيق معانا باذن الله البطوله 38 كمان تبقى معانا كابتن اسلام. يا رب ان شاء الله تكون البطوله رقم 38 وكل التوفيق للنادي الاهلي بكره. انا بشكرك جدا زميلنا محمد توفيق وطمنا يعني بشكل عام زي ما حضراتكم عارفين احنا دايما في مثل هذه المباريات ما بنقولش حاجات كتيره يعني بالظبط دي اهم حاجه. فيعني اطمنا على الفريق وعلى شكل الفريق وان شاء الله بكره الناس كلها جاهزه دي اهم حاجه عشان ما يبقاش فيه برضو الحمد لله العدد كامل بكره ان شاء الله العدد كامل بكره. عموما